لرضوان الله ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حاضرين والحاضرات رحمكم الله. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Sumar dari Bengkol Rejo. Kepadanya waktu secukupnya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.